بدي اياك تطالعني من البلد باقصى سرعه. لازم نطلع لك جواز سفر بالاول، يعني لازمك سند اقامه. بدك تستاجر بيت وتاخذ العقد على المختار لحتى يعطيك سند اقامه، بس قبل كل شيء لازم نامن لك مكان تنام فيه. هون نحن لقينا مكان. وين؟ بالضواحي. حلو كتير، معناتها جهز لي ورقك واترك شغل جواز السفر علي، انا بطالع. وهي الشغله قديش بدها تاكل وقت؟ شو بيعرفني، راح احاول خلصه بسرعه. اصلا انا كمان بدي سفرك باسرع وقت، لانه مصطفى هون جاي يدور عليك. ايه بعرف. شو عرفك انه هون؟ اتصل فيني الصبح. اسمع استناني يا واطي، بس اوصل لك رح تشوف شو رح ساوي فيك، ولا لقطعك شقف. فكر انك تهرب مني يا حقير. مصطفى خد هاي الوراق وروح للمعلم ميار بالكراج. رجع شغله. استناني يا واطي، بس اوصل لك رح تشوف شو رح ساوي فيك، ولا لقطعك شقف. فكر انك تهرب مني يا حقير. مصطفى خد هاي الوراق وروح للمعلم ميار بالكراج. شو صار له؟ مصطفى اخذ رقمك من موبايلي. انت اعطيته اياه؟ طبعا مو انا، اليوم تركته لحاله بالمكتب وكان موبايلي على الطاولة. شو عم تحكي انت؟ شو جابه لعندك؟ لك لحتى خليه تحت عيوني، خليته يجي لهون ويشتغل شوفير عنا. شو جنيت انت؟ اهدى شوي، عد عد لأحكي لك. عد باليوم يلي كنت جاي فيه لهون، صحيت لقيته فوق راسي عم يحاول يخنقني. الله معك. اوه شلونك اخي اسماعيل؟ اهلين ميار. شو يعني دغري نزلتوا على الشغل للزلمه؟ مو بيدي، اوامر من فوق. اسمع ميار، توصى فيه منيح، خلي عيونك عليه وين ما بيروح. عينوه معاون لألي، راح اخده معي ورجعه. لا تريحه ابدا، شغله 24 ساعه، حتى لو انت ما سافرت بتبعته مع اي شوفير غيرك. لا تخليه يضل باسطنبول، فهمت؟ ولا تقصر معه بالمصاري. ليش مين بيكون؟ ليش مهتمين فيه؟ شو بدك بهالحكي؟ قرايبه للمعلم ومن نفس ضيعته. إذا هيك ليش ما شغلوا عنده بالشركة؟ ليش لي شنطته هون وهون؟ طلع فيني. الحكي بيناتنا، في واحد اعتدى على خطيبته لهالزلمة. أوه. إيه، وضعه كتير مكركب، خاصة بعد ما راحت البنت وجوزت غيره. معقول هيك؟ مثل ما عم قلك، لهيك إجا لهون، ومعلمنا حب يساعده. وحتى ما يرتكب شي جريمة بالضيعة جابوا معه لهون لحتى يلتهي وما يفكر بالانتقام. فهمت. هون حفرنا وهون طمرنا. الزلمة بأمانتك، دير بالك. لا توصي حريص معلم. يعطيك العافية.